افتتحت في صالة إبا المغلقة فعاليات إياب دوري النخبة في الكرة الطائرة بمشاركة 5 فرق هي أهلي الحديدة وخيبر المهرة وصقر تعز والشرطة من الأمانة والشعلة من عدن. تقام يعني دور الإياب دوري النخبة اللي هو الأول مرة يقام في اليمن في محافظة إب. البعض يسأل لماذا محافظة إب؟ طبعا إب كانت من أحسن المحافظات عندها فرق في ممارسة اللعبة، ونحن كاتحاد عام قعدنا على تشكيل مركز او مدرسه لتطوير الكره الطائره، نادي اتحاد اب بالدرجه الاولى، اقمنا البطوله هنا تشجيعا للمركز او للمدرسه والنادي، ونحبب الشباب في محافظه اب الى مره اخرى انخراط في هذه اللعبه. الصقر استطاع من التغلب على اهلي الحديده ب3 أشواط نظيفه 25-19 و25-13 و25-15 مؤكدا قوته الكبيره في الدوري وطموحه للقب ثالث. الحمد لله، بالنسبه الان اول مباراه افتتاحيه في جمع الاياب، الحمد لله وان شاء الله ربك ان شاء الله يوفقنا احنا نشيل البطوله وان شاء الله نشيل الدرع ان شاء الله يا رب. يعني تخيل نلعب لا رواتب لا معنا باص وصلها على حق النادي ولا اي حاجه، وعدوا احنا قبل ذا نجي نتجمع قبل الدوري باسبوع، ما في شيء رياضه دي. يعني زي الصقر زي الشعله ذا يكمل مشاركه الدوري على طول، معاهم تجمع في منتخبات معاهم ذا، ايش من دوري كامل ممتاز في اسبوعين، هذا حصلت في الارض كامل هذه. هذا وكان قبل لقاء الاهلي بالصقر تم منح الحكم علي مساعد الشاره الدوليه من قبل رئيس الاتحاد العام للعبه في تاكيد لمكانه الكادر اليمني في مختلف الجوانب. هل يفعلها الصقراويه ويحتفظون بدرع الطائره للابد ام ان لبقيه الفرق وابرزهم الشعلة كلمه اخرى؟ بندر الاحمدي، اليمن اليوم، صاله ابا المغلقه.